يستقبل مجلس على الشباب بولاية ورقلة في هذا اليوم فعالية المجموعات الشبابية المركزة، والتي يهدف من خلالها مجلسنا الموقر من لأخذ وإدماج الشباب أو شباب الجزائر في بلورة رؤية المجلس على الشباب، الرؤية التي يهدف من خلالها المجلس لوضع خارطة طريق المجلس لعشر سنوات مقبلة، حيث أن هذه الفعالية ستمكن الشباب بحول الله من طرح جميع أفكارهم بكل موضوعية وبكل حرية، حيث أن هذه الرؤى وهذه الأفكار سيأخذها المجلس بمحمل الجد، والتي سترفع بدورها إلى السيد رئيس الجمهورية. أهلا بكم ومرحبا ضمن فعاليات هذه المجموعة الشبابية المركزة، التي سوف تكون أكيد العديد من الأفكار والانشغالات سوف تكون في العديد من الورشات. ويسألهم كيف حابين تشوفوني، كيف حابين تشوفوني في العشر سنوات. بداية يشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المقام الشباني الخاص بفعاليات المجموعات الشبانية المركزة التي تحتضنها ولاية ورقلة على غرار باقي ولايات الوطن هذا، وأعلن عن الافتتاح الرسمي لأشغال فعالية المجموعات الشبانية المركزة بولاية ورقلة، متمنيا أن تكلل هذه الورشات بالنتائج المرجوة والأهداف المسطرة، راجيا التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. معلومة إلهام، ممثل عن ولاية إليزي، عضو المجلس الأعلى للشباب، ممثل عن ولاية إليزي، حاضرين اليوم مع الزملاء أعضاء ولاية ورقلة، نشكرهم على حفاوة الاستقبال. طبعا اليوم تقام فعاليات المجموعات الشبابية المركزة في الولاية، هناك حضور جيد للشباب والشابات، أثروا نقاش جيد ومثمر إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله يساهموا في تنمية الولاية خاصة والجزائر عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بعد المشاركة تاعي في المنصة تاع المجلس على الشباب اللي قاموا تاعي أمس، اليوم أنا شاركت إن شاء الله في ورشات يعني هنا، وكان أخذ حوار بين جميع فئات المجتمع. يعني أنا عجبتني فكرة أنه هنا الحوار، لازم نقدموا حوار فيما بيننا الشباب ونقدموا للسلطات العليا، لأن الشباب الدولة فاتحة الباب تاعها. المشكل أن إحنا الشباب ما فرضناش وجودنا في هذه المنصة وفي هذا الموقع اللي عطتنا الدولة. ما إحنا اليوم أنا جيت هنا حضر من أجل تقديم الفرصة تاعي
والافكار تاعي باش تجسد على امر الواقع. وهذا يعني نطلب انا من الشباب يعني ما يخلوش الساحة فارغة، لأن الدولة فارغة حتى مجالس منتخبة في أي عمل يعني عاتى مكان للشباب، لكن الشباب لازم هو لازم بدوره يفرض تاعه في المكان تاعه. وهذه فكرة على الشباب يعني على حسب المعلومات اللي عندي، أنا كانت في السنوات الماضية يعني من 94-92 الله أعلم ذاك الوقت عاودت تجسد من جديد، إن شاء الله تكون عندها فاعلية أكثر وتعطيها دورة أكبر في المجلس للشباب إن شاء الله. موفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. يندرج اجتماعنا اليوم تحت إطار سياسة الجزائر الجديدة المنتهجة من طرف رئاسة الجمهورية، وهي مشاركة الشباب على مستوى الوطن وعلى مستوى ولاية ورقلة في بناء وبلورة رؤية المجلس الأعلى للشباب تحت شعار الديمقراطية التشاركية. المجموعات الشبانية المركزة عبارة عن ورشة منقسمة إلى 5 مجموعات تهدف إلى رؤية تطلعات الشباب على مستوى الولاية وأفكارهم حول المجلس الأعلى للشباب وكيفية الاندماج والمشاركة فيه. شكراً.